بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجمعة 5 رجب 1436 الهجرة النبوية، الموافق ل 24 أبريل 2015. الدرس 19 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة السجين نقف عند معجزة الإسراء والمعراج. هي معجزة، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. إفكات سوى النبي عليه الصلاة والسلام، ليش تسعة؟ هذه الملاحظة الأولى. حادثة أو معجزة الإسراء والمعراج ذي حاجة خاصة، إفكات ربي إنفي فقط صلى الله عليه وسلم. واحد. الحادثة هي وقعت في ظروف بعد موت عمه أبي طالب، السند الداخلي، الجبهة الداخلية، وكان وهو سنده وناصره وحليفه، وكذلك الفاقي الخارجية، موت عمه يعني قلت الجبهة الخارجية، الجبهة الداخلية موت السيدة خديجة بنت خويلد، والزرمث لا يدس من أول خطوة نحكاد يمديو غالميغا من غار حراء، إناس لقد زملوني لقد خشيت على نفسي، يقال في مانيس واحد سخاميس، يفاد السيدة خديجة تفد يدس من أول خطوة، وسنرى خطيني قضايا الوحي اللي خاطيني، ولسين غ الوحي وزير جبريل، روح سير قازن في مالك تبرق الروح. الناس كلا والله لا يخزيك الله ابدا، جامكي جربي ريفر ذان، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوي بالحق، وفي روايه تعين على نوي بالدهر. فديس بحكمتها بعلمها بمالها وإلا كثير سباك السيده خديجه اثناء تموت، صافي الجبهه الخارجيه عميس ابو طالب يموت، الجبهه الداخليه خديجه ثموت، يروح الطائف لين تزران شو سيظران يظرايس العجب، اكرمه الله ذكي يكرمي في ربي سبحانه، يبث في هذه الرحله الخالده رحله الاسراء والمعراج. ينادى ربي سبحانه في سوره الاسراء الايه الاولى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. طيب، أولا يفزت ربي سبحانه بكلمة التعظيم سبحان، ومثل غيوة ولقي سبحان معنى أغدي تهجي ربي إيون أمر عجيب ممكن يجي لنا تواضع حاجة عجيبة، سبحان الله حاجة الهان كان سبحان الله. هاي سبحان الشيخ الشعراوي الله يرحمه، إن يكوني فغان الغاشية ذكرنا ربي هذه يخدم الخدمة يقرزن ما تسكش ما تواضع من خمسة الحيرث ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك الله يبارك الله الله يا خاك ما تواضع فينا الفني الهان انت تواضع لها سين الله يبارك الله الله، يعني بالإتقان تذكر الناس بالله ربي سبحانه دين سبحان، والقياس مع الفارق ولله المثل الأعلى، ربي سبحانه أغدي تهجي باش نسمحس إيون أمر عجيب عجب معجزة. سبحان الذي أسرى بعبده يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ذكر من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى يعني في بيت المقدس في فلسطين الأقصى الجريح الأسير، سأعود إلى بيان هذه الآية بعد حين إن شاء الله تعالى. طيب، فيه أحاديث كثيرة وفيه يعني نحاول نعطي الخلاصة فقط باش ما نطولش في الموضوع. هذا الحديث طبعا سمعت الآية، وكان حديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم، حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يحكي ذلك التفاصيل أنك ربي سبحانه وتعالى القدري سمك دوسى جبريل أكد البراق أكا من بعد البراق أكي سبحان الله خلق من خلق الله عز وجل، إنك يضع خطوه عند أقصى طرفه سبحان الله، يعني أندي ثبوت في طيس يقبض نسا
كل خطوه لو باينس ما شام كل اللي قادينا شيء عجيب. وطبعا شيء عجيب او مسافه ماشي سياسه غورنا سياسه طيجنا راهي الى سدره المنتهى. ماشي امر بسيط. ماشي ذ لافيون، ماشي ذ هليكوبتر، ماشي ذ فوكير، ماشي ذ ميسيل، ماشي ذ الصاروخ، ماشي ثقي على رب سبحانه اذا سي زمر. لذلك ما نسلي الايه ثقي نغنسلي المعجزات الى قنزر بالمعجزه ثقي ربي سبحانه ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي سل القدره ينس نتسولي الزميراره نتسى ولكن بقدره قادر يقدر وين يغران اللي هي رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج أولا منطلق يعني هناك رحلتان، رحلة أرضية منطلقها من المسجد الحرام بمكة ومنتهاها ببيت المقدس الأقصى، ورحلة سماوية منطلقها مبتدأها من بيت المقدس ومنتهاها إلى سدرة المنتهى وما بعدها. صافي رحلة أرضية بعد رحلة سماوية. رحلة أرضية تبدا سي المسجد الحرام. سي المسجد الحرام المسجد الأقصى ثاني القاعة وري في غانا. ماذا الرحلة السماوية سي بيت المقدس لفلسطين إلى السماوات السبع. أما كان سنروي بعض جزئيتها إلى سدرة المنتهى. وذنا فرضت الصلاة التي نؤديها اليوم الحمد لله رب العالمين. ذاك جماعة الخير رحلة عجيبة. يرنا ليلا كما قال القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ذكر ماشي القواس ماشي الصبح ليلا. طيب أمر آخر كما يروي الآن الحديث حديث أنس البراق يساد وهو وسيلة النقل تاع النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر النظرات بعد أن نذكر هذا الحديث. فانطلق بجبريل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بجبريل، لأنه يظهر في قيس جبريل عليه السلام حتى أتى السماء الدنيا ثم زوروث. ثم زوروث فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. كل سماء لنت الملائكة تسأل أنا وويك يدي إنس محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه. قال نعم. قيل مرحبا مرحبا فنعم المجيء. جاء فتفتح وبعدين فلما خلصت إليه فإذا فيه آدم. ذي السماء الأولى السماء الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وديو فذم زوال ودي مقردين آدم. بعد ناس جبريل هذا أبوك آدم وقيت فذاك آدم وكان قرأ كثير فثنا آدم. وفي الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. آدم فثنا غم زوارو ذنسا إذ الخلق الأول ذم زوارو. فسلم عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ينيس الابن ادم وسينار الاخ جماعة ينيس سمي مرحبا سمي صالح سمي النبي الصالح. صافي ادم ينيس النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى السماء الثانيه. وطبعا في تفاصيل يعني شو ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب الغيبه واصحاب النميمه اصحاب كل الفواحش. تكفي الاشاره واحده بلا ما نكشف التفاصيل خاطر في احاديث بعضها صحيح وبعضها قال فيه العلماء اقاويل بلا ما ندخل فيها التفاصيل. المهم الشيء الثابت انه الشيء يولث النبي صلى الله عليه وسلم يولى مصائر العصاة والمذنبين ولا المصائر يعني كل يوم ذا شو ذا المصيرين سامحي كيف يعذب ذا شو ذي ثم ديثي سامحي دقرا
ذي العثاب ذي المحنة أصحاب النميمة أصحاب الغيبة وقاذي تساوي نتسران وقاذي يضطون يرتسل ويثير وقاذي يخدم المحرمات وقاذي يخدم الربا إلى آخره ولا حول قوة إلا بالله. أم بعد النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء في السناف وذي يفادنا يفاد يحيى أكذ عيسى وهما ابن خاله يفسدنا يحيى الذي أمر الله عز وجل أن يأخذ الكتاب بقوة وربي حكى الحكاية تاعهم في صورة واحدة صورة مريم هكذا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى آخره. المسيح سيدنا زكريا طبعا المسيح يا زكريا أو في قراءة وفي قراءة يا زكريا إن بشرك بغلام إن بشرك بغلام اسمه يحيى إلى آخره. وبعدين حكى ضرب سبحانه ثم شهوت سيدنا عيسى سيناجي الأنبياء يحيى وعيسى يفتن ذي السماء ذي الجني والسين سماء ثانية ناس كيف كيف مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح آدم إن يس مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح والنبي الصالح وقلقي ناس مرحبا بالأخ الصالح ذي مثنى ذي النبوة والنبي الصالح ذي السماء أربعة السماء ثلاثة يفاد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف عليه السلام السماء ثلاثة يفاد سيدنا يوسف ذي جني ويس أربعة يفاد سيدنا إدريس عليهم السلام جميعا ذي جني ويس خمسة السماء الخامسة يفاد سيدنا هارون سيدنا هارون يمس سيدنا موسى هارون أخي ذي السماء ثستة يفاد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ذي السماء السابعة يفاد سيدنا إبراهيم الخليل وقال يسقر مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ولكن أسمي بظن السماء في السبعة أكد جبريل إنياس جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنياس هذا أبوك فسلم عليه وكيف ذلك أما كن في أدمينس هذا أبوك ذاك إذا إبراهيم أبونا إبراهيم إنياس هذا أبوك خليل الرحمن فسلم عليه فسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى إلى سدرة المنتهى. طبعا هذه الأمور لا نعرفها معنى الإنسان ما يقدرش يتصور لا نتصور باسكو نزرى ولكن نقرأ النصوص الثابتة ونؤمن بها كما هي ونسينا لا فرونتيير لي ليميت مشلات لا نعرف ديجا حتى الان في عالم الزمان وكاشي في غورنا في ولكن خطوط الطول وخطوط العرض تسوالي ضاره خطوط الطول وخطوط العرض هذه ما نعرفها ولكن العلم يعرفها بالوسائل ولكن كاين امور لا يمكن ان يصل اليها العلم تتلقى وحيا لا تمثال ونزمير لا اثنتنا من كنكاكي اثنتنا من خاطر سنتسل الوحي ماشي دينا بروفيض العلم أطوالي هذا تظهر الخاطئ ذي الوحي وهذا من الغيب الذي نؤمن به وثن ولا قال ربي سبحانه ألف لام ميم في أوائل البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صافي الإيمان بالغيب ماشي أين ثوالثيط تيدت أين ثوالثيط ماشي تيدت خاطئ سيدت. المهم أغدياس الخبر من مصدر صحيح من مصدر ثقة أو من مصدر موثوق سدرة المنتهى وطبعا لدي أقول بعض الكلام بتحفظ عند من الكلام الذي ورد إنك جبريل إنياس في صلى الله عليه وسلم كمل وحدك داين تقل فرونتيرينو وزميلا لعبديغ بعد ذلك فبالتالي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يروى طبعا الكلام فيه ما يقال من أقوى العلماء إنس في هذا المقام يترك الخليل خليله قم كان ما جيت الجر بعد جبريل إنس لو تقدمت احترقت لو تقدمت اخترقت شين يتعدي ركز ماذا عدي وهكذا بلا ما يشمع التفاصيل هذه لا تهمنا كثير الذي يهمنا أن رب سبحانه عز وجل فرضت في اللانة تظلث وهذا شرف كبير
فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بلا انترميدير، مباشرة مباشرة. فجيب باش غادي يفكن علو القيمة عليه تزاليث. يغال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرض 50 صلاة، 50 زلة. المد يبض سيدنا موسى إناس شحال دي فرض ناس 50 زلة، ناس كجرفار القومي بأقل من ذلك، وزميرنا لا وراجعهم وراجعهم وزميرنا لا. إناس وغال سيدي ربي وسله التخفيف، وغال ربي سبحانه وظل بس هذه السيفسوس هذه السيخفف. يغال إكساس 10 إنجاز 40 أكني أكني هذه يغال سيدنا موسى سيني يغال ألمي مازال خمس صلوات أكني سيدنا موسى إناس وغال إناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغال ربي سبحانه وسأله التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم استحر خمس صلوات. فضل الله عز وجل هن خمس في العمل وخمسون في الأجر، خمس في العمل نزلة خمسة نزلة ولكن خمسين ذي الأجر. فرضة الصلاة والصلاة الحقيقة هي في فرضت في أعلى موضع يمكن أن يصل إليه بشر سبحان الله. يكل أركان ويا كل فرائض فرضت على الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنسى ذي القائق لا ذي مكان ذي المدينة، ولكن تظلف عليه الشنيس سبحان الله. وطبعا كل ما فرض الله عز وجل عليه الشنيس، ولكن الصلاة سعى مكانة متميزة مكانة خاصة يفرض صدر ربي في هذه الرحلة المباركة رحلة الإسراء والمعراج. طيب ألكني أيضا في الحقيقة صلواتنا هي معراج، معراجنا إلى الله. تظلف أولا صلة بالله، من ظل قدر نسعى الصلة بربي سبحانه وتني زمارة خمسة ظلة في كذا كذا الفرائض أرميس الخير وايض، أما ذا الرواتب أما سائر النوافل أما الصلوات النظر المرة صلاة الليل الله يبارك وكذا صلاة التراويح خير ربي. الأمر الثاني أنه معراج روح المؤمن تظلف أخطر فرضت في المعراج، وإذا نعرج إلى الله عز وجل بصلواتنا بصلواتنا ونتواصل مع ربنا جل جلاله ونحن نتلو وحيه الطاهر الذي تكفل بحفظه. ولكن سبحان الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فضلا عن فوائدها النظام الخير في الصلاه الانتصام الخير الرباح ما تزدي ما ذا النظام يأكل الخير نظلف مقر ماشي ذي نحكو ذي نتحصن مرة. ثم نخدم بعض التعليقات من نعود إلى الآية التي ذكرناها قبل حين، ولكن قبل ذلك أثير نقاش حول مسائل. منها المسألة الأولى، هل الإسراء والمعراج تم في المنام أم في اليقظة؟ يعني هل ترى الرحلة يوم السلام تظرى تسيدت نغذ المنام ترقيث؟ وطبعا الرد السريع الخفيف البسيط لو كان ترقيث ماشي المعجزة عقلها كنا إيه ذا شو ممكن قذورة فيك وتصرق وتصفر فيها بقذرة فيك وين ها ذقني فيك وين. لكن مثلا إذا كانت سرقوية تيرقى التغذيون الطص ثاني قم كانيس ميديكالا غادي يحكو ثما شافوت تروح هكا يضرا هكا الى اخره نتسى وزرم ثواني اش غاتفرقيك صافي. اين وجه الاعجاز لو كان ذي المنام ما كان حتى معجزه ثقيا فضري وكن كنت سرقوية صافي ماشي ترقيث. ثم ثارقيث سيدي زوي ربي سبحان الدين سبحان سبحان. المشكلة في السناف أسقرا أهل طارا الثضراء بالروح والجسد معا نغ بالروح دون الجسد ستادر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكنكانيس ذو الروح سكاني قروحا
تروح سيد المسجد الحرام سيد مكة المكرمة ألميذ بيت المقدس في فلسطين، من بعد سينا تكمل أفريد ألميذ السماوات السبع ألميذ سدرة المنتهى ذو الروح يسكني روح الوحدة سنة روح نيسين جسد وروح كيف كيف وجه الإعجاز ما إلى جسد وروح ما ذو الروح وحدس لا تروح يكون روح ذي المنام مثلا تروح يتروح أبردوغال أبردوغال. لذلك للدعاء ما رانتصنا ما دنكر في صلاة اسم ديني باسمك ربي وضعت جنبي بدي أحضر بدي ما دي الطص قرنا كي ضصك ذي الموث مسلاين الناس يضص نغين ثناس الموث يضص شوف هذي ذي الموث ما يضص ولكن كما تتسرى رغم كل تسرى غيره وين بوي غير وين يتصن هذا نسوغا نتصد نكر ولكن الموث مثل زاد فيه وين بقى على خير إلى يوم القيامة. لذلك رحلة الإسراء والمعراج بشت لي معجزة حقيقية إلى قتلت لي بالجسد والروح معا بالجسد والروح معا أكن كما يروي الحديث حديث البخاري ومسلم. أمر آخر السيد يغى النبي صلى الله عليه وسلم وضعاف الإيمان يرتد أمشي كذا شو اللي عجبك أمكسي مسجد الحرام المذل البيت المقدس نضرب إليها كبد إبل شهرة نكون نروح أقول ثيكلي للو الهار باش أنا وض شين الجونية تروح تغرض شيء عجيب. أم بعد فغانا تمتحنن أثمتحنن سعدين الامتحان أسقرن يلا لأنه وقد زار بيت المقصد المقدس أم كي تريوني زار الجامعة الشيخ الحداد قعزون دي عزازقا يسنيث يزرى مشي قلال المحراب يزرى بلاك ميم يحس في ميلي بلي قام كلان ذا شو لابانتورا شو كلش أثيد يوصف برشك يسنيث ميلو كان يون وديك الشيء مالا الجامي غال جامعة كي جامعة ثيد يوصف مش هديني فلاس بيبري كان النبي صلى الله عليه وسلم استقساين ولا نوقات يدي زران يبو يسيد ربي يروى الناس يوصفي ثيد يون يون أكني قلا ياكو وكني لن وقات يرتدوا من قريش صفر لا المؤمنين ولا جن إيمان كفروا ارتدوا جن إسلام ضعاف الإيمان ولكن وقال يسعى الإيمان الراسخون في الإيمان يزاد الإيمان سن راح مما كما تروي السيدة عائشة موقف لأبي بكر الصديق الله يبارك ذو التقديس بن ورفيق حديث عائشة رضي الله عنها ثنات لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أسمي صدر الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس يعني أصبح يفغوا واو المعجزة شو ثوى ولقي فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه سي المؤمنين وغلن بطلن وبعدين روحنا أبو بكر الصديق هذا تصوروا معايا مشهد روحنا أبو بكر الصديق قال شو فيه غن داكو لاقين شو فيه غان ايش يقار ايش سنان هل لك إلى صاحبك يزعم وذي اللغة العربية كلمة زعامة لا ترد إلا في موضع الكذب ما سين زعامة سيدي ذكذب ماشي شوية الشك انتي تخاطي ذكذب ناس عندك ولا قينيك يسكدف يناد باللي ذكيونيا روحا وصيهين ريهين ارديهين ذا شو سينا بك صديق مازال يسلغ النبي صلى الله عليه وسلم مازال مباشرة أو قال ذلك يناد أولاكي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نعم ناسي النثيد صار رجل سنين يا وما كاش منها باش سنين أبو بكر الصديق قال لئن كان قد قال ذلك فقد صدق كفا ووال يناد أولاكي صدق قالوا أو تصدقه تكمل لذس يعني بلك ذي غال الرثي ناشو أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ذكيوني ذي غالد عندنا العقل لا لوجيك ثورة سيطة ذي لا لوجيك
قال له انا نهضر لا لوجيك سيدي انا ما كندير ماشي لا لوجيك انا جدي انا نهضر لا لوجيك انت كل شيء دين. قال نعم نعم اني لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك صدقخ ومنخ لقين اكثر بيض نمك اكثر اصدقه بخبر السماء في غدوه او روحه يا القران ذو الوحي اديني انزلت في اللي ومنخ صدقخ بدون تردد يعني وليزيتي لك مباشره لذلك لقب بهذا اللقب الشريف الصديق أدنني أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل الناس أثبت جبل أثبت أحد يحرك الناس سفليه إلا رسول وصديق وشهيدان الرسول دنسى صديق أبو بكر الصديق شهيدان أنوي عثمان بن عفان شهيد القرآن القرآن بين يديه إذا منس وزل من سفر القرآن وشهيد المحراب شهيد المحراب اللي هو عمر الفاروق رضي الله عن الجميع لذلك يا جماعة الخير ثورة أدنغال إلى الآية سبحان الذي أسرى ثورة نستخدم المنطق أدنغال المنطق نستخدم أنا ولي زعما إلا لو كان دينيون سيغا كروذ يسعى اسكواس ديال عمريس ناقص شهور يولي اذرار ناغ يولي سفلان تزمورت ناغ يولي ناغ يروح بي الميذ فريحه اسينا ما بيه محال كروذ ست شهور يروح بي الميذ مذوحه الميذ فريحه ناغ يولي سفلى بذرار واش نتسامنا راه ميلوكا ديني رفض غمي يثو ياثيو ولي غسادرات عادي نورمال القدرة القوة ماشي القوة بكروث القوة بركاز اللي يرفدن مثال لتقريب الفكرة فقط ولله المثل الأعلى نصدقه لو كاد ياسيو يا عجبا أمشي كروثي ساعة ست شهور يروح يولي سادرات أسلنا كي نقار ماشي ذا كروث لا فافاس ناخذ كماس سبورتيف يولي صافي الطفل الميزان من القوة بني ثيرفذن أجرد يتورفذ يتورفذ ويثيرفذن يزمر يزمر الله يبارك فقيت المسفى ذا غلايا ودنارا ذن في صلى الله عليه وسلم يقروحا سو القدرة يسوح ذس يفهم مباشرة يروح سي المسجد الحرام خاصي خاطي إنما ربي سبحانه هو الذي أسرى به صفي النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ولم يسري بنفسه بقوته بذاته إنما أسري به صفي القوة مدني نصدق أو نكذب ماشي قوة النبي صلى الله عليه وسلم قوة الله والله قوته مطلقة والسعر في ليس والسعر الحدود ربنا دي القرآن دايما يدي سبحان الذي أسرى بعبده صافي النبي صلى الله عليه وسلم عبد يبويث ربي سبحانه سو القدرة يس الإمكانات كيف غانتسا ذكر يغالد يونية ويغراك الرحلة الإسلام رحلة ثم زواروث الأرضية ورحلة السماوية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حتى الزمن محدد وذا ما دي بعبده لو كان صر روحي سديني بروحي غادي نضل عبد معنا كومبلي جسد وروح ماشي الروح وحدس نغلو كور الجسد وحدس بعبده معنا كومبلي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا زمن ذكر المكان بدايه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بيت المقدس ذكر في هذه الايه المسجد الأقصى طبعا المسجد الأقصى باش ننظر باللي هو أولى القبلتين جنسلمن ينسلمن ميفذا تظليث ميد فرض ربي تظليث في ينسلمن
الصلوات يوكتي مزورة تتظلم إلى البيت المقدس سيد القفلة القفلة ثم زواروث جنس المن ماشي غير المسجد الحرام ماشي غير المكة المكرمة ولكن غير المسجد الأقصى لذلك تسمى أولى القبلتين القبلة ثم زواروث جنس المن وبعدين وثالث الحرمين يعني الحرم المسجد الحرام بمكة المكرمة ذات الكعبة الشريفة قبلة المسلمين الثانية والأبدية ثرى القفلة الكعبة الشريفة لمكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الأسير الجريح الذي حرره المؤمنون الأبطال الفاتحون وثورة غزرة من ديلا الثان في حصار وأسير جريح والمسجد النبوي بالمدينة المنورة في كذا لا تشد الرحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد ثلاثة المساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة والأجر يقلان ديننا بسم القدر ربي سبحانه وين يظل الدين صلاة واحدة تعدل 100,000 صلاة 100,000 يعني ما زول صلاة العشاء ذينا ذي المسجد الحرام ذي مكة يوث أماكن زور 100,000 للعشاء عند النظر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الأقصى بفلسطين ندبل لي سعى فضل كبير من هذا الفضل من مظاهر هذا الفضل نوني الظلم يفتن تظلث ذي مكة المكرمة يعني ذي المسجد الحرام تعديل 100,000 صلاة عند النظام تجي رسالة لمن وفقه الله عز وجل باش يروح سخا مني هذه يروح المسجد الحرام هذه الزر الميزان يسوى ما شاء الله ويحافظ على صلواته إلى آخره والخير دياوي باجتهاده إن شاء الله خير عظيم في المدينة المنورة تظلث بألف صلاة بألف ميلة في المسجد الأقصى بخمسمائة ذي نمير دي النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إذن هذا المسجد ذكر في القرآن الكريم أربط ربي سبحانه بينهما أولى القبلتين وثلاث الحرمين سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وذكر المسجد الأقصى باش غادي يبقى ربي سبحانه الأهمية نسأل القيمين سودان تحصل الحالة غادي تعيشين الساقي مثلا في أيدي الصهاينة المعتدين المحتلين وذي بوكو ذا القران وكي نقول الاقصى قضيه امه ثقيله قد سنزرك ذين سلمان قبله ولا ثم زواروف صافي اذا قد حسب لي ذا غفل النغاك سالوف النغياك تاذيان النغ مره ماشي الفلسطينيين واحد السن نغباره في واحد السن في القضيه هي القضيه الام هي القضيه الجوهريه قضية المسلمين جميعا ثقي لقصنا ذي البلنا إزمرا دينيون ذاشو إذ الواجب النغ الواجب النغ مقر لكن من لا على الأقل منظرة نبوي أغفل ينسى ما كنت يبوي صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي نتسى ذي الوقت نحكون في الناس يكمين ثلصة ويتصلصارة يتصلصارة مسنان أشعر الصد صدارة إن يستحق يا ربي سبحانه هذا الصد والقدس أتسن في أيدي الصليبيين إني لا أستحي أن يراني الله ضاحكا والقدس في يد الصليبيين معناه هذا الفهم هذه الغيرة وهذا الإيمان بالقضية ويضرب لقضيته المثي وفق ربي سبحانه ومن معه يحرض المسجد الأقصى ولكن ثغال السجد المسجد الأقصى الثان في أيدي الصهاينة المعتدين المحتلين
ربي سبحانه النصر في يد الله، ولكن ينسل من ما نستهل النصر هي ديفك ربي مولاش خاطئ لا يكن. ربي ذو القرآن شو دينا إذا جاء نصر الله مي ديف ذا ربي سبحانه النصر أثي شد رورس ماشي رورنا نكوني إذا جاء نصر الله والفتح وين ضرب الآية النظام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخر الآية. نعم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كلمة النصر مدو سذي القرآن سيدي ربي تشدر غرصة ريمانيس، ولكن أمة أهل ترى تستحق النصر أم لا؟ وربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. واجب نحو القدس نحو قضية الأقصى أولا هو قضية أمة جميعا، نعرف به أولادنا وشبابنا وأمتنا وكذية دعم بكل ما نملك، دعم إعلامي دعم شرعي دعم مادي مالي كل ألوان الدعم، كل هذا واجب في حق المسلمين جميعا. نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة المعتدين، وأن يغير نحن حالنا إلى أحسن حال، وأن يفتح لنا جميعا أبواب رحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.